السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو كيفية قياس سرعة النت عنا. طبعا راح نستعمل موقع مختص بهالشي، هو من بين أفضل المواقع اللي في هالمجال. ندخل على الموقع، طبعا رابط الموقع راح أحطه تحت الفيديو بالديسكريبشن. ننتظر 5 ثواني، نضغط على تخطي الإعلانات. طبعا هاي الصفحة الرسمية للموقع. نضغط على بيجن تيست. مثل ما انتم شايفين هاي يحدد لي يعني بالخريطة، هاي خريطة تونس، يعني مكاني انا وين. هون كمان بيحدد لك الاي بي تاع النت تاعك تاع جهازك. وهلا بلش يعني يعمل فحص. مثل ما انتم شايفين البينج تاع جهازي تاع نت يعني 57 ميجا بايت، داونلود سبيد 1.70 ميجا بايت، هي 2 يعني. بس هاي النتيجة النهائية. الشركة كمان شو اسم الشركة اللي ماخذ منها النت، طبعا تي نت مثل ما انتم شايفين. سرعة الابلود عندي 0.81 ميجا بايت. مثل ما انتم شايفين لو بدك مثلا تعيد تعمل فحص كمان مرة، تضغط على تيست اجين تاني مرة. مثل ما انتم شايفين بعيد الفحص. طبعا الموقع هذا يعني اخترته لانه دقيق يعني بالفحص تاعه، تقريبا يعني نتائجه صحيح 100% يعني، عكس يعني بعض المواقع التانية اللي يكون فيها شوية يعني لخبطة وهيك. مثل ما انتم شايفين نفس الشي يعني داونلود سبيد عندي 1.70 ميجا بايت، الابلود 0.81 ميجا بايت، الشركة نفس الشي تينت. إن شاء الله يكون عجبكم الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.